فردتك بهذا الحدث. كيف كان استعدادك يعني وترتيباتك أيضا؟ بصراحة كان استعداد كتير قوي لأنه 130 دولة راح تشترك بهذا الحدث، فأنا كنت يعني قلقان بصراحة، بس الجهات المعنية كمان دعمتني. يعني أنا اشتغلت ومع وزارة السياحة نسقت لي السفرة بصراحة رسميا، كان دعمها هالمرة غير شكل، بالإضافة إلى أنه كان في عنا تحضيرات وتدريبات قبل السفرة، هي تولاها مصمم هشام عربي، هو كل الكات ووك والمشي على الستيج هي كلها كمان دربناهم بسوريا قبل ما طلعت، بالإضافة إلى أنه كان في جهات لازم تهتم بأناقتي، فهون بشكر أستاذ زهير سيف 400 أنه كمان اهتم بأناقتي وعطوني كتير اللاين العالمي أنه كيف كون موجود بفاشن شو انترناشونال. وكمان في كتير انه ناس يعني وقفوا جنبي، انا بتشكر التلفزيون العربي السوري لانه وشهم خير، طلعت بصباح الخير قبل ما رحت، وفعلا جبنا شيء كنا كتير متفائلين وتعبنا ما ضاع، يعني ما ضاع هباء. وكمان الجاليه السوريه باسطنبول كتير دعمتني، حسيت انه في ناس جنبي، حتى كمان من هون في ناس طلعوا، في الدكتور حسان رفاعي مجموعه اكوان كمان هن دعموا السفره وطلعوا هنيك رافقوني خلال السفره، يعني هي المعنويات اعطتني قوه انه احقق حافظ شيء، أكيد حافز، ودعمك. وانه اجيب لقب. انه وفي شغله صارت انه 30 موديل جايين من باريس محترفين مشتركين بهالمسابقه، فانا مو بس ال 130 دوله، كمان ال 30 موديل احترافي باوروبا انا تغلبت عليهم، فالحمد لله انه كسوري وجاي من دوله الحمد لله معروفه عالميا وقدمنا شيء صغير لدولتنا. يعني بدنا نحكي شوي عبد الله عن المشاركات الدولية اللي هلا عم تحكي عنها، وايضا المنافسة قديش كانت قوية، يعني قديش كان في صعوبة انك تكون ضمن هالمجموعة اللي بعتقد اغلبيتهم محترفين، مزبوط، بس كنت عم بتمثل بلد يعني مزبوط. سوريا، مزبوط. بدنا نحكي شوي قديش كانت المنافسة عندك، يعني او حتى خلينا نقول هل يعني مثل ما قلت بالإضافة للدعم، ولكن هناك جهود اكيد بذلت و تعبنا كثير بصراحة. انا اول ما وصلت قلقت كثير لانه مثل ما بيقولوا عجقه، كثير عالم كلهم عارضين، كلهم على المقاسات مثاليه عالميه، وكنا عم يعني انا هاي العشر ايام كلها ضغط، انا هلا حلوه كذكرى بس لما عشتها كثير صعبه ما بدي اياها تنعاد يعني على طول. فالعشر ايام ضغط، مثلا اجت لجنه الحكم من كل العالم، المنظمين كانوا فرنسيين، فبيراقبونا خلال العشر ايام كيف نحن بالباك ستيج، كيف كنا عم نتدرب على ضوء بيحطوا العلامات، هو حفل التتويج كان لاعلان النتيجه، بس قبل كان في تعب ومشقه كثيره لانه نوصل للنتيجه النهائيه. فكنت لما بالتدريب كان الكوريوغرافر الفرنسي بيقول لي كثير انه منيح وهي، فهون زادت معنوياتي كثير، انه لما اطلع كنت اكل الجو انه بس تشارم، انه كيف بقدر الفت انتباه اكبر قدر من الناس، ففعلا كنت اتميز على الستيج وجبت اللقب بالنهايه. كلا يعني الف مبروك اكيد لانك متميز حصلت على هذا اللقب. عبد الله بدنا نحكي شوي انه طبيعه العروض اللي انتم شاركتوا فيها، يعني تفاصيل اكثر عن الحدث. اجت ماركات عالميه كثير لبستنا، كان في عرض بالزي الوطني، انا طلعت بزي امير عربي، فكثير كان حلو زينا، وتصنف بين افضل خمس ازياء على العالم زي الامير العربي. كمان هلا ما بعرف اذا بنعلق شوي، هي عبد الله جمال فنزويلا، هدول ملوك جمال العالم مع ملكات جمال العالم. اذا بتحبي تشوفي هي ملكة جمال البانيا وبلغاريا، متوسطه من هون، من هون صربيا بس مو مبينه كثير. في صور ثانيه ما بعرف اذا في احكي عنهم اكثر، هي انا وملكة جمال بلجيكا كنا بمؤتمر صحفي بعد العرض طلعنا، ففي يعني كثير انه صار الفه وكثير حبوا سوريا. انه هي انا وملك جمال الارجنتين كنا بالفاشن شو، كمان هي ملكه جمال سنغافورة على فكره اصولها عربيه، هدول مع ملك جمال المكسيك واسبانيا، وهون مع البرازيل وروسيا وماكاو بشرق اسيا، هون مع استراليا وفرنسا. فتميزنا يعني كسوريين كثير حبوا سوريا، وانا اخذت تذكارات هون جنب ايا صوفيا باسطنبول بالجولات السياحيه، هون مع ملكه جمال الهند بالزي الوطني، طبعا هي بالزي زي امير، نعم هون مع هي اللي اخذت افضل عارضه كمان هي من نيجيريا. هون لما بعد ما اخذت التايتل الفوتو سيشن يلا عملناها، ففي كثير قصص هون بزي الامير العربي. طبعا زينا كثير تميز انه انا بين الخمسه افضل خمسه، فالحمد لله انه طلعنا. مثلا بتعرفي امريكا اللاتينيه الريش وازياءهم كثير باهره، يعني انت كان يمكن الشكل التقليدي او البسيط، الشكل التقليدي بس الراقي كمان، نعم، ليشوفوا انه قديش حضارتنا راقيه قبل، ولا زالت لسه عم نرجيهم هلا صورنا الحضاريه المشرقه هلا كمان.
فكمان صنف بين افضل خمسه، هاي بروموشن لإلي، غير انه صنفوني افضل ملك جمال يروج لسياحه بلده قد ما وزعت تذكارات من سوريا، صور عن سوريا، فانبهروا، في كثير ناس ما بيعرفوا هالقصص الحلوه بسوريا. ففي صحيفه المانيه حطت صوري وحطت ويلكم تو سوريا، يعني اهلا بكم في سوريا. فانا انبسطت انه قدرت انه اقدم شيء لبلدي بصراحه. الحمد لله، بالاضافه للالقاب يلي جبتها. طبعا عم تذكر الصحيفه اللي كتبت، لابد انه كان هناك تغطيه اعلاميه كبيره لهالحدث. كثير الصحافه العالميه كلها اجت، انا تقريبا كل يوم كنت اعمل ماده للصحافه، لدرجه انه المصممه اللي لبستني بتقول لي انت كثير مشهور، كل يوم عم شوفك على التلفزيون. فانبسطت يعني، ولدرجه انه صاروا يعني تعليقاتنا الموديل مو بس شكل، انه ياخذوا تصريحات تنعكس، انه بيقولوا سوري، السوري قال هيك، ملك جمال سوري قال هيك، ما بيذكروا اسمي، بيذكروا الدولة، البلد. نعم، فكتير كان انطباع كتير حلو عن سوريا الحمد لله، يعني قدرت أقدمه. بالإضافة إلى أنه العروضات يلي كانت هنيك في فقرات كتيرة، حتى في فقرات استعراضية على المسرح لازم يكون الجسد رياضي وعنده مرونة كاملة ليقدر أقدمه، وأنا كنت دائما بأول المسرح، أول الستيج، فالكريوغرافر دائما بيحطني مع أنه 130 شخص، بس بينت الحمد لله، بينت كتير يعني على الصحافة العالمية وعلى الستيج وقدام كل العالم. يعني عبد الله، هون في سؤال بحب أسألك، يا أنه شو بيتطلب يعني المشاركة بهالحدث وحتى أيضا الخوض بهذا المجال، يعني من الشخص اللي بالفعل عنده هالرغبة أو هالحب هذا؟ هو أول شيء الواحد بيحب العمل اللي فيه، وبعدين في كتير قصص، في الرياضة، في النظام الغذائي كتير صار، في متابعة الشيء عم يصير هلأ بالموضة والفاشن والمواسم، لأنه بيسألونا كتير، لازم نكون على قدر عالي من الثقافة بهالمجال. يعني ما بيجي أي شخص أنه يفوت هالمجال، صعب كتير عليه. بعدين هون بالعادة أنا كانوا المنظمين يحكوا إنجليزي بغير أحداث، هون فرنسي، كله فرنسي. فبالعادة ملوك جمال ما بيعرفوا إنجليزي، فرنسيين، بيقول لي بليز ترجم لنا. فبالعادة أنه بقضي أحيانا نص وقتي بتدرب والنص الوقت الثاني بترجم لهم للغه الفرنسيه، ما بيفهموا. فهون يعني لفتت نظر الثقافه، بتضيف لك ايضا يعني طبعاً كمان ثقافه. طبعا طبعا فكتير هون حبوا هالشيء وقالوا لي انه انتم سوريين كثير مثقفين، وهي حقيقتنا كسوريين. يعني ما بعرف، في سؤال هيك هو تقليدي نوعا ما، طبعا قدرنا اكيد نستشف من حديثك يعني مشاعرك الجميلة أكيد بفوزك بهذا اللقب، الجائزة اللي هي أكيد باعتبارك أنت بتمثل سوريا فهي جائزة لإلك ولسوريا أكيد أيضا أكيد للبلد. هي لبلدي. شو بدنا نحكي شوي عن هاللحظات الجميلة هي؟ بصراحة خفت أنا أول شيء، قلت ما أنه كتير عالم، 130 دولة، وفي ناس محترفين يعني دايرين العالم كله بهالمجال. أنا صح أنه مشترك بأحداث عالمية كتير، بس في صار قلق، يعني هو الخوف بعده اكيد في نجاح، لان الواحد يكون عنده هم انه ينجح. فالحمد لله كثير انبسطت، وبتمنى اتمنى انه قبل السيد الرئيس اقدم له اللقب يلي جبته، لانه عن جد الحمد لله ان شاء الله اكون قد ما بقدر رفعت راس سوريا. ان شاء الله. على كل مشاريعك المستقبليه يا عبد الله شو هي؟ عندي هلا مشاركات دوليه، كمان عملت فوتو سيشن لوكاله ببرلين، هلا في عندي كذا حدث بنحكيها بوقتها ان شاء الله. ان شاء الله. على كل نحن بنتمنى لك دوما التوفيق، ومن لك مبارك لك وايضا لسوريا. شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لك عبد الله الحاج. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل وعودة معكم لمتابعة فقرة برنامجنا.